اهلا بكم في قناة عند المعلوميات، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة يعني جبت اوردر من نون، حبيت ان انا اشاركه مع حضراتكم النهاردة وانا بفتحه عشان خاطر كل الناس اللي بتسأل ازاي بيجي الشكل وازاي بتيجي البيانات مكتوبة. فانا في الفيديو ده ان شاء الله هفيد وهجاوب على كل الاسئلة بتاعت حضراتكم اللي بتدوروا عليها من خلال موقع نون. طبعا كل المعلومات اللي انا هقولها النهارده يعني خاصه بالناس اللي هي بتطلب اوردرات من نون، فالفيديو ده ان شاء الله هيفيدكم قوي، فياريت تتفرجوا على الفيديو من اوله لاخره عشان خاطر تستفادوا بكل المعلومات اللي انا هقدمها لكم ان شاء الله في فيديو النهارده. في الاول ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات باذن الله. طبعا ده شكل الكرتونه بتاعه نون اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم دي. هقرب الكاميرا اهو زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم، ده شكل الكرتونه اللي جاياني فيها الاوردر بتاع نون. تمام. طبعا بصراحه انا من خبرتي يعني انا جربت نون، بصراحه يعني شركه ممتازه جدا، فوق ممتازه جدا بصراحه، لانه الوقت بتاعها يعني قليل خالص لحد ما وصلك الاوردر. انا طالب الاوردر ما كملتش يومين الحمد لله، يعني الاوردر جاني ما اخدش وقت خالص، بالكتير خالص 3 ايام 4 ايام الاوردر هيكون عندك. طبعا الشركه لما تيجي تحجز اوردر بيقول لك ميعاد قبلها، يعني هيزود يومين تاني عشان خاطر لو حصل الظروف في الشركه ولا اي حاجه، ولا المندوب اللي هو بيسلم يقدر ان شاء الله يعني يوصلك الاوردر في ميعاده. فعشان كده الشركه بتزود يومين زياده عشان خاطر يعني لو ما وصلش النهارده ممكن يوصل بكره عادي، ما فيش اي مشاكل. فبصراحه افضل خدمه توصيل من نون، بصراحه الخدمه جامده قوي. فانا بنصح اي حد محتاج اوردر ان هو يشتري من نون، بصراحه يعني اسعارهم حلوه خالص، وبالنسبه للشحن بصراحه فوق ممتاز جدا. طبعا بيوصلهولك لحد باب البيت. اول ما تيجي تشترك في الموقع تدخل الموقع بتاع حضرتك، تشوف انت من انهي دوله وتدخل الدوله صحيحه عشان خاطر في كذا دوله في الموقع، ومن خلال الكلام ده بتقدر تحجز. يعني لو انت حجزت دوله تانية غير مصر بتلاقي الاسعار اتغيرت، فانت تلاحظ حاجه زي كده عشان خاطر يعني الاسعار تبقى كويسه معاك وتبقى باللغة العربية لو انت من مصر. لو انت من دولة تاني فياريت يعني تخلي بالك من حاجة زي كده، تختار الدولة الصحيحة عشان خاطر الاوردر يوصل لك صحيح. طبعا يعني بصراحة شكل الاوردر انا سألت عليه في كذا محل وسألت عليه يعني في اماكن كتير، بصراحة ارخص شركة نون. نون دي بصراحة لقيت فيها متوفرة حاجات كتير ومتوفر الطلب اللي انا عايزه، وبصراحه بقلل الاسعار اقل من بره. الناس تخلي بالها يا ريت، واي حاجه يعني تحتاجوها جربوا ادخلوا. بصراحه كفايه شكل الكرتونه بتاعت نون، بصراحه يعني بصراحه جامده قوي والله. انا يعني مش بشكر في كده وخلاص، بس انا بشكر عشان خاطر حاجه جبتها يعني جربتها فبصراحة لقيتها جامدة جدا. فعشان كده بقول لكم خلوا بالكم لو انتم محتاجين تطلبوا حاجة انا بشجعكم، واكيد انتم كمان لما هتجربوا هتلاقوا يعني الكلام اللي انا بقوله ده صحيح. يا ريت الشباب تفاعل على الفيديو عشان خاطر يوصل لاكبر عدد، عشان خاطر لو انت استفدت بمعلومة ما تبخلش على اصحابك ان هم كمان يعرفوا. انا هوريكم شكل العلبة وانا بفتحها عشان خاطر انتوا كمان تبقى لما توصلكم العلبة تبقوا عارفين الدنيا ماشية ازاي، تبقوا شايفين الكرتونة قدام حضراتكم. طبعا ده شكل نون اهو قدام حضراتكم. تمام اهو بيجيب لك الاسم، تمام، وبيجيب لك البيانات بتاعك على الورقة دي اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم. طبعا العلبة يعني الكرتونة دي متبسترة زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم اهي، متبسترة جامد يا جماعة اهو. طبعا مكتوب عليها اهو الاسم والمكان فين، بس انا بصراحه نشرت بالعنوان يعني اللي جانا عليه مشطوب بصراحه اهو. فيعني هنا في الخانه دي بيجيب لك الاسم، تمام، وبعد كده بيجيب لك العنوان اللي هيجي لك عليه، وبعد كده بيجيب لك الشفره بتاعتك. يعني بصراحه شغل حلو خالص، افضل من شغل المحلات يا شباب. بنصح الناس ان هي تجرب شركة نون. شركة نون بصراحة انا ما تعبتنيش بالنسبة للشحن بتاعها، ممتازة فوق الممتازة بصراحة. يلا كده نسمي بسم الله ونفتح الكرتونة معانا ونشوف جواها ايه. يلا المفاجأة يا جماعة، يلا اول حاجة بسمي بسم الله، تمام، وبعد كده هفتح كده الكرتونة اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم دي.
بصراحة شكل كورتونا من بره يعني حاجة جامدة جامدة يعني، هي مفاجأة إن شاء الله، وأكيد هي يعني إيه هنتعرف عليها كتير الحاجة اللي هي جاية لي دي. أول حاجة هفتح كده، تمام. طبعا يعني في حاجة حلوة، لو أنت دلوقتي حاولت يعني تفتحها كده واخد بالك، يعني الورقة دي البلاستر تمام مطبوع باسم نون، تمام، وهتلاقيها متبسترة خالص، تمام أهو. فهنخلي بالنا يا جماعة عشان خاطر يعني إيه الكرتونة كده بدأت تتفتح معانا، معلش اتفتحت بالعكس يعني معايا، بس عادي مفيش أي مشاكل. طبعا أهو هقلبها كده وهفتح، تمام أهو، ده كيس جاي جواها، مش عارف كيس إيه بصراحة. ده مايك بويا، تمام، طالبه من الشركة، تمام. أنا بصراحة أنا طالب اتنين، تمام، أنا طالب اتنين أهو، بس بصراحة يعني جامدين قوي. واحد صاحبي طلب مني واحد وانا ان شاء الله واحد، تمام. فبصراحة انا سألت عليه بره لقيت اسعار مختلفة خالص. طبعا هنعمل فيديو ان شاء الله عن المايك بويا، تمام، وهنشرح كل حاجة فيه. طبعا انا بصراحة لما جربته لقيته احسن من بره بكتير، كفاية انه العلبة هنا جاية نظيفة، تمام. بص شكل العلبة جاية ازاي، انا رحت محل واثنين وثلاثة يعني شفته بصراحة شكله مش حلو خالص، مش حلو خالص، بتبقى يعني معلش يعني مش بيبقى بالجودة بتاعت نون بصراحة. بتجيب الحاجة من المصنع على طول، التاجر بيوديها الشركة، فبتجي لك حاجة كده جامدة من الآخر، يعني مش إنك أنت هتلاقيها بره، عشان نبقوا صراحة مع بعض، ممكن تلاقيها غليت عن بره حاجات بسيطة، بس بصراحة هتريحك وهتلاقيها أسعارها جامدة قوي، لأنه أسعار نون بصراحة. يعني أنا دخلت كذا موقع عشان أشتري المايك ده، بصراحة ما لقيتش أفضل من نون، فعشان كده أنا بفيدكم أنتوا كمان، أنا استفدت، تمام. فأنا حبيت إن أنتوا كمان إن أنا أفيدكم وأعرفكم أنتوا كمان يا ريت تعملوا إيه، عشان خاطر أنتوا كمان تبقوا يعني لما تطلبوا حاجة تطلبوها وأنتوا مقتنعين بيها، ما تك... يعني ما تجيبوش حاجة كده وخلاص. طبعا يا جماعة المايكين دول بصراحة يعني أنا سألت عليهم في محلات كتير، بصراحة لقيت السعر مختلف خالص تماما عن موقع نون. نون بيبيع الحاجة يعني مقاربة لسعرها، مش بيكسب منك كتير. فأنا بنصحك لو أنت بتشتري أي حاجة إلكترونية، أي ملابس، أي حاجة ممكن تخطر على بالك هتدخل على الموقع هتلاقيها. ففي حاجة نخلي بالنا منها، يعني لو أنت بتحجز حاجة، أنا لما دخلت احجز الاوردر ده المايك بويا، تمام، بصراحه لقيت كذا يعني كذا سعر وكذا تاجر، تمام. انا كنت حاجز اوردر تاني بصراحه، بس لقيت السعر فرق بين يعني الاوردر ده بين الاوردر ده 50 جنيه، فانا اولى بال 50 جنيه وانت اولى من 50 بال 50 جنيه. فالامكانيات واحده، اهم حاجه لما تيجي تدخل يعني وانك انت عايز تحجز حاجة، يا ريت تخش على التقييمات بتاعة الشركة بتاعة يعني بتاعة المنتج، وأكيد هتعرف الفرق ما بينهم. بتلاقي يعني في تعليقات عندك، في تقييمات واخد كام نجمة، فالحاجات دي هتفيد حضرتك إنك أنت تشتري المنتج. طبعا أنا من أول ما أنا دخلت لقيت أسعار كتير للمايكات، فأنا يعني ما كنت محتار ما بينهم. فانا مش عايز انك انت تقع في المشكله دي، عايزك انك انت اول ما تدخل تختار على طول، تبقى انت بتختار باقتناع، مش بتختار عايز تجيب حاجه كده وخلاص، لا، انا عايزك تختار الحاجه اللي هي انت محتاجها، لان انت بتستخدمها، ما بتشتريش حاجه كده وخلاص. فانا يعني هقول لك بعض الخطوات لما تيجي تشتري تعمل ايه. اول حاجه هتلاقي اسعار كتير، وهتلاقي كذا تاجر منزل على الموقع نون، هتلاقيه منزل كل واحد بيبيع بسعر، ممكن تلاقي نفس المايك تمام ونفس الامكانيات بتاعته، بس السعرين يختلفوا عن بعض، تمام. فاحنا نخلي بالنا بالحته دي. فانا لما اجي احجز، تمام، ادخل على ده وادخل على ده مثلا واشوف الفرق ما بينهم ايه، هل في فرق، هل في اي يعني حاجه مختلفه ما بينهم. طبعا لو في اي حاجه مختلفه ما بينهم انت اولى بالفرق، تعرف انت محتاج ايه وتاخد وتقارن ما بينهم وتختار اللي انت عايزه. بس انا دخلت على اتنين، تمام، اوردرين حجزتهم ولقيتهم بصراحه نفس الجوده ونفس الخامه، وفرق بين الاتنين يفرق الواحد 25، ده بيبقى فرق من تاجر لتاجر. فاحنا نخلي بالنا من الحته دي،
ولما نيجي نختار نختار صح. تمام. طبعا انا يعني قناتي يعني موجوده في اي وقت في خدمتكم، لو انت عايز تحجز الاوردر تمام وانت مش عارف انا في خدمتك، انا ممكن احجزه لك. لو انت مثلا حابب انك انت يعني تسجل في الموقع، انا تحت امرك. انا هنا يعني بعمل فيديوهات لخدمتكم، ان انا افيدكم، ان انا يعني ان انا كل حاجه بجيبها بجربها معاكم. انا من خبرتي يعني من لما بشوف الحاجه كويسه فانا بفيدكم في الفيديوهات. فانتوا كمان ما تبخلوش عليا بلايك وتتابعوا الفيديو عشان تستفادوا بالمعلومات اللي انا قلتها لحضراتكم النهارده. طبعا يعني المايك ده بصراحه ليه استخدامات كتير، هقول لكم الفيديو الجاي ان شاء الله انا جايبه ليه وهستخدمه ليه. طبعا ناس كتير ما تعرفش المايك ده بتاع ايه، فانا الفيديو الجاي فهتلاقوا مني فيديوهات كتير على المنتج اللي انا جبته ده، واعرفكم انا جايبه ليه. طبعا انا جايبه لصاحبي ده خلاص يعني هيروح له النهارده ان شاء الله، فان شاء الله انا موجود معايا واحد، فمن خلال الفيديوهات ان شاء الله الجايه هتعرفوا ايه استخدام المايك اللي انا جبته وانا هستخدمه في ايه وجايبه ليه، وهقول لكم على سعره كمان مفيش اي مشاكل عندي. فانتوا كمان تحذروا لما تيجوا تشتروا، ما تشتروش وخلاص مش اول حاجه تخش عليها تحجزوها، لا دوروا في الموقع هتلاقوا الاسعار مختلفه جدا، هتلاقوا الاسعار مختلفه جدا بجد يا جماعه. ممكن فرق التاجر لتاجر تلاقي 50 جنيه في الاوردر، فانت اولى بيها، حرام يعني انت اولى بيها. فيا ريت نخلي بالنا يعني لما تيجي تحجز الاوردر يعني تشوف الاسعار بتاعت الموقع ايه، وبعد كده تفكر انت محتاج ايه وتحجز ايه، مش انك انت تحجز وخلاص وبعد كده يعني كلها تكاليف عليك. فانا بقول لك كده عشان تخلي بالك، اللي عندك انت احسن من عند اي حد تاني. فالفيديو النهارده يعني في خدمتك انت، فعشان كده انا بفيدك من الفيديو ده، فيا ريت تخلي بالك. طبعا جايه اكياس في الفيديو بصراحه انا مش عارف بتاعت ايه، تمام؟ جايه اكياس جايه بالفيديو ومش عارف انا يعني جايه من الشركه، جايه فاضي يعني فما نقلقش يعني يا جماعه. طبعا شايف شكل الكرتونه من جوه بعد ما اتفتحت، تمام؟ ايه فايده الكرتونه دي وايه شكل المنظر ده؟ طبعا الشركه حابه ان هي تعمل حاجه كويسه ليها، حاجه كده ضخمه، فبتوصلك من خلال العلبه دي عشان خاطر مفيش حاجه تتكسر، مفيش اي حاجه تحصل لها حاجه، فتبقى يعني الكرتونه توصل لحد عندك وهي سليمه من غير ما تحصل لها اي حاجه. طبعا يعني ده يعني كان فيديو النهارده، وده كان شكل الاوردرات اللي انا جبتهم. فان شاء الله من خلال فيديو تاني ان شاء الله هشرح لكم طريقه الاستخدام. ده طبعا شكل المايك من ورا اهو، تمام؟ بصراحه ممتاز جدا جدا جدا. طبعا هنعمل فيديوهات كتير عن الاوردر اللي انا جبته ده، المايك البويا، فيا ريت تتابعونا كتير. الناس اللي هي ما اشتركتش في القناه يا ريت تدخل وتشترك. طبعا ده شكل الكرتونه خلاص كده يا جماعه بعد ما اتفتحت معانا وفيها كل البيانات. بصراحه شركه جامده جدا، وانا بشكر يعني شركه نون على حسن ظنها الجميل ده، ان هي يعني بصراحه انا جبت الاوردر جايبه وانا فرحان، لانه حاجه كده يعني حاسس انه حاجه كده حلوه وجميله. فيا ريت انتوا كمان تجربوا الاحساس ده. ربنا معاكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. كان معكم اندرو من قناه اندرو المعلومات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله. يلا باي باي.